السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييكم من قناة أبو محمود الصهاجي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة عندنا عرض ماعز يا جماعة، ما شاء الله. النهاردة التاريخ 19/4/2024 موافق يوم الجمعة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عندنا يا جماعة العرض الحلو ده ما شاء الله تبارك الله، معيز خلايط عالية وفيهم معزاي زرباوي، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لصاحب النصيب، ما شاء الله ربنا يبارك يا جماعة. معانا يا جماعة 7 كبار و2 صغيرين، 7 كبار و2 صغيرين ما شاء الله. دي فيها ضروب جديدة يا جماعة، دي ما فيهاش عشر، تمام. دي الحمرة دي فيها ضروب جديد، ودي ما فيهاش عشر، تمام. ومعهم الجديدة، حوري لك كل حاجة بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لصاحب النصيب، تمام. هات البيضة دي يا مروان، ما شاء الله. تفرج كده يا باشا وشوف. أول حاجة دي يا جماعة السن كاسرة جوز، كاسرة جوز اهو، وراها بت هدايا يا جماعة، وراها بت هدايا، وآدي بت ما شاء الله تبارك الله، آدي بت بسم الله ما شاء الله. ودي يا جماعة كاسرة 4 سنات، كاسرة 4 سنات اهو زي ما انت شايف حضرتك، 4 سنات ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. هات هات لي الجدي، الجدي وهذا الجدي يا جماعة لباني، جدي لباني ما شاء الله، سيبه تمام. هات لي هناك ديه، ودي يا جماعة كاسرة 4 سنات اهو، كاسرة 4 سنات اهو، تمام. هات لي هناك ديه، الزرباوي ده يا جماعة قافلة على الأول، هذا السن قزازه، تمام قافلة. روح كده بيها، هذا بسم الله ما شاء الله، روح كده بعيد شوية، هذا وراها ذكرها ده يا جماعة. هات ولدها مروان جنبيك، هذا ولدها هو، هذا ولدها. هات السن، هات اللي هناك ده كده، وهذا يا جماعة دي دي قافلة على الأول اهي، قافلة على الأول تمام. ودي ايه عشر جديد يا جماعة، تمام. هات الثانية كده، وهذا هي يا جماعة 4 سنات، 4 سنات. يبقى احنا عندنا في العرض كله تمام 2 قافلين و4 كسرين 4 سنات، و3 4 سنات تمام، والجدي لباني، وواحدة كاسرة جوز اللي هي وراها النتاية. هذا العرض ده كله يا جماعة بسم الله ما شاء الله، فيه الزرباء وولدها هو. هات ولدها يا مروان، هذا ولدها يا جماعة، ولد الزرباوي ده، ده ولد الزرباوي ما شاء الله، وربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. ده أم الزرباوي يا جماعة ما شاء الله. طيب كام العرض ده كله يا أبو محمود؟ 1 2 3 4 5 6 7، واثنين صغيرين يا جماعة ذكر وانتاية، البيضة وراها انتاية، والزرباوي وراها الذكر ده. دول يا جماعة مقدمهم لك النهاردة ب26، المزرعة اللي انت شايفها دي كلها ما شاء الله، وربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. دول ب26 يا جماعة بسم الله ما شاء الله، والعرض ده عندي في البيت يا جماعة، وربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. ما تنساش انك انت تقول رأيك بمنتهى الأمانة، وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. العنوان محافظة الصهاج، مركز المنشاء، رقم التلفون للتواصل 011-51-50-44-80، بسم الله ما شاء الله.
ده العرض الماعز بتاع النهاردة يا جماعة، اللي هو عندينا بمشيئة الله تعالى، زي ما انت عارف ان انا ورته لك اسنانه وكل حاجة فيه بما يرضي الله تعالى، وتيجي تستلم على كده. ادي الاكل قدامك والسن ورته لك، وادي الماعز بسم الله ما شاء الله. يبقى معانا كام؟ واحدة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة نتي اكبر، والذكر اللباني ده، وادي اتنين الصغيرين يا جماعة. زي ما قلنا لحضرتك ده والد الزرباوي اللي جنبه، امه اللي جنبه ده، وديه ام هدية يا جماعة البكرين. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.